صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون معتدل على مدن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وهيبقى لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وهيكون حر على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة، والنهاردة في نشاط رياح على كافة الأنحاء في الجمهورية. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، النهاردة آخر الأسبوع، عايزين نطمن من حضرتك على أحوال الطقس النهاردة، ونقول للناس الويك أند الجو هيكون فيه عامل إزاي. هو احنا طبعا الحمد لله لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا. الأجواء هتبقى أجواء ربيعية خلال فترة النهار، تبقى معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا محافظات سواحلنا الشمالية. هيكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، هيظل حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا خلال فترات النهار، يمكن درجات الحرارة بتكون خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ. في فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل، بيوصل لأكثر من 12 درجة مئوية، والطقس بيكون بارد خلال فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية في البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وبيكون لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده طبعا زي ما بنقول خلال فترات الليل، خاصة كمان إن احنا مع دخول ساعات المساء ودخول ساعات الليل بنبدأ نشعر بنشاط للرياح سرعته ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية. نشاط الرياح ده هو اللي بيزود كمان إحساسنا أكتر بالأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل. طبعا احنا زي ما بنقول الاستقرار في الأحوال الجوية والأجواء الربيعية دي مكملة معانا كمان غدا الجمعة إن شاء الله. طيب دكتورة، احنا كان في كلام عن موجة حارة ليوم السبت، كنا اتكلمنا فيها قبل كده، هل تأكدت فعلا الموجة الحارة دي أو ظهر لها أي ملامح تؤكد هذا الكلام على الخريطة؟ بالفعل، يمكن احنا نوهنا بالامس في الهيئه العامه للارصاد الجويه ان في ارتفاع في درجات الحراره هنبدا نلحظه من يوم السبت المقبل ان شاء الله، ويكون ارتفاع تدريجي. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الاحد، متوقع العظمى توصل فيها على القاهره الكبرى ل 36 درجه مئويه، يعني الاجواء هتبقى يوم الاحد ذروه الارتفاعات اجواء شديده الحراره خلال فتره النهار. احنا في اليوم الاحد بنتاثر بوجود منخفض خمسيني في الصحراء الغربيه، بيبقى معاه كمان نشاط للرياح هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه خاصه في المناطق الغربيه وشمال الصعيد. زي ما بنقول ارتفاع درجات الحراره هو مدته 72 ساعه، هو ارتفاع مؤقت. الذروه يوم الاحد، من يوم الاثنين درجات الحرارة تنخفض عن يوم الحد، وإن شاء الله الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة يبدأ تاني نشهده من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، ونعود تاني للأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة. مش هنقدر نقول هيستمر معنا انخفاض درجات الحرارة اللي بعده ده لمدة قد إيه؟ هو هيبقى استمر معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، مستمرين في انخفاض درجات الحراره، بس وارد جدا يحصل طبعا ارتفاعات مره اخرى في درجات الحراره. احنا في الفتره دي بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحراره. هنتابع مع بعض. شكرا ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا، خلينا دلوقتي نستعرض درجات الحراره المتوقعه النهارده في مختلف المحافظات، ونبتدي من القاهره اللي العظمى فيها 26 والصغرى 14، الاسكندريه 22 14، مطروح 21-13، سيوة 22-14، بورسعيد 22-14، دمياط 22-15، الإسماعيلية 25-14، والسويس 26-15. العريش العظمى فيها 20 والصغرى 14، طابة 26-16، كاترين 25-13، شرم الشيخ 30-19، الغردقة 31-21، والفيوم 27-15، بني سويف 27-15، والمنيا 28-16. أسيوط العظمى فيها 29 والصغرى 14، سوهاج 31-18، قنا 33-19، الأقصر 34-19، أسوان 35-20، الوادي الجديد 32-20، شلاتين 29، أما حلايب العظمى فيها 27 والصغرى 17. وبكده نكون استقرينا على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. إن شاء الله الجو يشهد حالة من الاستقرار.